اذكر بعد اللي حصل النهار مش عايز نذكر، كان مشامنا فيك كبير قوي يا حمولة، لكن يا تاري خبتك بالوهمة. اذكر يا ده انا لازم لازم جدا. ما كنت مستنياك على باب السجن، ايه اللي سكتك؟ كنت بخلص موضوع نوسة. ولد نعمين يا معلم، هات ازازة في اوضتي. عناية يا معلم. ولا ايه المعلومة؟ ولا هو ايه؟ اتعاب شيلوه. راجع جوه. بتاخد المعلومة الولا حمودة حبة فيا الولية عزيزة؟ واسكت. تاني كنت هشرحها. وايه اللي حاشك؟ الكترة تغلب الشجاعة. لا يا شيخ. ولا زمان يا حمود. 3 سنين عمر تاني. خدمة تانية يا معلمة؟ تهوينا وتقفل الباب. عيني. ناولني الجلابية يا حمود. وحشتني يا حمود. وحشتني يا حبيبي. أنت السبب. أنا؟ شهدت عليا زور في المحكمة. ما طقتش أشوفك رايح لواحدة غير. البسي الجلابية تاخدي برد. اوعى من الوش هنا يا علي. احنا عارفين انه فوق. محدش فوق. اوعى من سكتي لطف السيجارة في عينك. انت السيجارة ايوه ايه؟ ايوه ايه؟ ايوه ايه؟ حسك عينك تمد ايدك على دينهم وشناكل مهما عملوا فيك. ليه؟ مرتب لك ملعوب. ملعوب ايه؟
راحوا القسم وقدموا في حقك عريضه، قالوا انك عايز تقتلهم. ما انا مضيت على تعهد ما تعرض لهمش. لكن هم هينكشوك، ولو حاولت تدافع عن نفسك هيشرحوا روحهم عليك ويرجعوك للسجن تاني. طب والعمل ايه؟ تعالى. ايه ده يا ناس داخلين كده زي ما تكون داخلين في وصيه ابوكوا، عايزين ايه؟ فين حمودي؟ مش امال ده ايه ده؟ لازم عفيته. ايه تعالى انت بجوه. فردة المعلم كحكوحة. معلش الله يسامحه. هو مين اللي هيسامحه؟ حرام عليك حرام عليك حرام مين هو بيتان؟ حرام عليك يا مفتري، وده ذنبه ايه؟ خلصت انت ازاي ما عمرتني زمان؟ قول لي مين اللي دبر لي سرقة الساعات؟ زنهم زنهم زنهم. هما اللي كانوا نازلين فيه ضرب. اما يجي دوركم وبقولوا ان عاوزين ايه وبعدين يا هان؟ عم سليمان خاب يخلص هو من ايديهم، ضربوه وطلعوا السكاكين ويملوا عليه خركه كماسه، وبعدين 100% كانوا خيموتوه، لكن هو نط بسرعه من فوق السلم، واللي خسر لهم دي الجيزه بتاع ربونا. الكلام ده متلف يا بيه. خواجه وسليمان والرجاله كلهم خايفين يقولوا الحقيقه، خايفين ان حموده يقتلهم.